رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كنت أمشي في طريق من الطرق فلحقني رجل يعني هيئته طيبة ولحيته ما شاء الله، فقال لي: أنا أريد أن أقرأ عليك في المستصفى في الأصول الغزالي. فقلت له: وش التحصيل العلمي اللي عندك علشان أنك تقرأ في هذا الكتاب؟ قال: والله أنا مهندس ميكانيكي. فهو الآن يريد أن يقرأ في كتاب هو أعلى درجة في الأصول ولكنه ميكانيكي. فكثير من الشباب الآن لا يعرف نفسه ولا يعرف العلم، فيوع نفسه أنه موضع علم، يعني يكيف نفسه تكييف عالم وهو خال من العلم.